انا جاي ابارك لاصدقائي اصحاب العمل، المؤلف هشام يحيى صديق عمري، والمخرج هاني حمدي، واحمد فتحي، ومحمد ثروت، يعني كلهم حبايبي واصدقائي، وببارك لهم على الفيلم وان شاء الله ينجح ويكسر الدنيا. يعني الله يبارك لك، ربنا يخليك. الله يخليك. ايه رايك في ايه؟ لون لطيف، يعني نوع كده، يعني عامل اثاره وشغف في الوسط الفني. هي حاجه موجوده بره، يعني فكره الكليبات دي، يعني اعتقد ان هي حاجه لطيفه ومحققه نسبه مشاهده عاليه. يعني اعتقد ان هي بعمل فيلم دلوقتي، فاضل لي يوم تصوير فيه، فيلم دماغ شيطان، انا والنجم باسم سمره والنجمه رانيا يوسف، وده فيلم هيبقى مهم قوي ان شاء الله. والله ما فيش اجماع على حد بعينه طبعا طول الوقت، يعني لازم هيبقى فيه هجوم ولازم هيبقى فيه ناس بتدافع، والله يعني البقاء للاصلح دايما، انا بقول البقاء للاصلح، وانه دايما لا يصح الا الصحيح. الدور اللي انا لسه ما عملتوش، اي دور انا لسه ما عملتوش هو ده اللي انا نفسي اقدمه. اوسكار. طبعا حلم اي ممثل. متشكر كده.